في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عرض تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. اليوم مكملين معكم بسلسلة السنسوري جيم، واليوم نحن بالجزء السادس مع أحلى أولاد. حنحكي عن فوائد السنسوري جيم لأولادنا. بتعرفوا فرحة الأبوة والأمومة بتضل حقيقة بغض النظر عن الصعوبات اللي ممكن يواجهها ابننا، بس لما بنشوف ابننا مع صعوبات اللي عم بيعاني منها بنفس الوقت مضاف إليها اضطراب المعالجة الحسية، صار في عند الأهل تحديات إضافية عم بيواجهوها وعم بيحاولوا يستوعبوا شو فينا نعمل لابننا. في أولاد بيبقى عندهم فرط الحساسية مثل الضوء، اللمس الجسدي أو الطعام، فهذا الشيء بيسبب لهم إرهاق للأهل. من ناحية تانية في أولاد اللي عندهم ضعف الحساسية بدهم كتير تحفيز اللي ما بيقدروا الأهل يلبون احتياجاتهم، فهون بتجي مهمة المعالجة الحسية لأولادنا. بالنسبة للأولاد إذا كان عندهم فرط الحساسية أو الفرط الاستجابة، وفي أولاد عندهم ضعف الاستجابة، فيها التغيرات المفاجئة ببيئتهم أو إذا كانوا أعدادات جديدة بالبيئة تاعتهم ممكن تسبب لهم نوبات غضب الأهل بيلاقوا صعوبة أنه يتكيفوا معها. سو لازم نحن نتصرف بشكل مناسب، وخصوصا بظل الضائقة اللي عم نمرق فيها بهالبلد ووجودنا بالحياة، وهالأشياء هيدي كلها ممكن تسبب تحديات إضافية لأهلنا ولولادنا. سو الهدف إنه نحن نتأقلم مع هالتحديات، وفي فينا نشتغل عليها أنه نحسن التكامل أو التآزر الحسي لأبنا. كيف أنه بقلنا بصلاة الألعاب الرياضية الحسية في مناطق اللعب الآمنة اللي بتعمل على تشجيع تطور الحسي، ونحن حكينا بحلقاتنا السابقة كيف فينا نأمن لهم مساحة حسية لأولادنا بقلب البيت بأقل إمكانيات مادية ممكنة. هلأ بصلاة الرياضية بتعطي لأولادنا مساحة، بتعطيهم الموارد بيحتاجوها ليحسوا بالأمان وقت لما بيلعبوا وعم يتطوروا بالسرعة اللي بتناسبهم. في طرق فينا نساعد فيها أولادنا، فينا نستخدم بنسميها العلاج المضخم، مش معناتها انه فات هو مثلا على الصالة الرياضية انه خلص انه ملفتنا وبس نحن قايمين نعالج، لا، هي كمان طريقة انه يلعب وينبسط، وبنفس الوقت الاهل عم بيشوفوا كيف عم تستخدم الادوات لحتى يقدروا يطبقوا باشياء ميرورينج، يعني بطريقة من ادوات موجودة بقلب البيت يستخدموها لحتى يشتغلوا مع اولادهم واولادهم يستفيدوا. فينا ندمجها مع العلاجات اللي عم بياخدها بقلب السارة الرياضية وبنفس الوقت نطبقها بالبيت مثل ما حكينا بالحلقات السابقة. هون بنعمل على تخفيف التوتر بالمواقف الاجتماعية، منزيد نحن التسامح مع محفزات جديدة ابننا عم يتعرض لها. كمان فينا نوجه ابننا من خلال الأنشطة اللي فيها وسائد أو الكوشنز اللي فيها متعددة الألوان، هيك كمان بكون عم يستكشف الأشياء. كمان على المراجيح، في كمان الكريات اللي بتكون كبيرة، في مراوح بتعمل بابلز اللي هي بتعمل فقاعات، نحن فينا نستبدلها بالبيت بالبابلز اللي بنعملها. في كمان التانلز كتير مهمين أو النفق اللي بدون يفوتوا فيه الأولاد، كمان هيدي بتعمل على تنمية الاستجابات المناسبة للمنبهات أو المدخلات الحسية اللي بتعرض لها الولد بفوت وبيطلع منه. في أولاد بنضطر نعمل
لهم دي سنسيتايز ليتحملوا التنز، لأنه ممكن لما بيكون بشكل مغلف أنه يلاقي صعوبة. كمان نشتغل على دي سنسيتايز بروجرام لخليه يتحمل أنه يفوت بقلب التنل أو بالنفق اللي بيبقى مصنوع من القماش، وهيدا بيساعده كمان على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي والمشاركة وانتظار دوره. من خلال اللعب الموجهة المعدات بتلبي احتياجاتهم. الأولاد كمان اللي عندهم اضطرابات بالمعالجة الحسية بتحسن مهارات الحركية الدقيقة مثل ما قلنا بالقبل، الوعي بجسمه، الاستدلال بالسبب والنتيجة، مهارات اجتماعية. وفي دراسات كتيرة قالت انه هالصلاة الرياضية او اذا اشتغلنا على تمارين رياضية بقلب البيت بتساعد الأولاد أن يمارسوا الاستقلالية، يتواصلوا بشكل أفضل، وتقوي عادات الرعاية الذاتية والانتباه. لقونا بكرة لحتى نكفي معكم نصايح وتمارين جديدة للسنسوري جيم. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.